بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، نظمت كلية العلوم جامعة القاهرة احتفالية لتوعية الطلاب بقيمة انتصارات أكتوبر التي أعادت لمصر عزتها وكرامتها ولتنمية الحس الوطني لدى الطلاب. إن المجتمع الجامعي لا ينفصل عن الدولة المصرية، وكلية العلوم جزء من هذا المجتمع. كان لابد إن إحنا نبين لأبنائنا الطلاب أهمية نصر أكتوبر المجيد، لأن الإنسان بتمر عليه أيام ليست كغيرها من الأيام، والحياة ليست على وتيرة واحدة، ولكن يوم السادس من أكتوبر له ذكرى عطرة على قلوبنا جميعا، لأن ده اليوم اللي بينت فيه مصر وشعب مصر وقوفها خلف قواتها المسلحة المصرية، لتعلن العالم أجمع أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية أراضيها، وأن مصر عصية أبية على الانكسار. حرب أكتوبر المجيدة أعطت دروسا في فنون المعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة، وهو ما أكد عليه الحضور خلال الاحتفالية. عايز أقول للشباب يعني ككل يعني إن هناك مراحل فاصلة في تاريخ الأمم هي اللي بتعمل تاريخ للشعب والجيش والأمة بالكامل يعني. أنا أعتقد إن 73 كانت مرحلة فاصلة في تاريخ مصر كله والمنطقة كلها بالكامل. الناس كلها بتقول روح أكتوبر، أنا بقول حاجة تانية، الروح المصرية. لأن أما أقول روح أكتوبر يبقى أنا بركز على حرب أكتوبر، لا، الروح المصرية اللي طردت الهكسوس، اللي طردت الليبيين لما احتلونا 200 سنة، النوبيين لما احتلونا 150 سنة، اللي طردت الأشوريين، اللي طردت الفرس مرتين، اللي طردت اليونان، اللي طردت الرومان. أنا بطلب من أولادي حاجة واحدة، الانتماء. وتأتي الاحتفالية ضمن الفعاليات التي تنظمها جامعة القاهرة على مدار الأسبوع، والتي تتضمن احتفالات الكليات المختلفة باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر، فضلا عن إقامة معارض تتضمن رسومات للطلاب عن الحرب. احتفالية جامعة القاهرة بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لتنمية الحس الوطني لدى طلابها ولزيادة الوعي بقيمة انتصارات أكتوبر المجيدة التي أعادت لمصر عزتها وكرامتها. ولاء الحدين، النيل.